السلام عليكم، افتاسي عبد العالي، رئيس جمعيه نادي الهلال الرياضي. من هذا المنبر تنشكر السي يوسف السي سفيان احشاش على الحضور ديالو. بالنسبه لليوم نظمنا حفل اختتام الموسم الرياضي 2023-2024. الاختتام هذا بغينا نوشحوا فيه الوليدات الصغار ونحفزوهم على الموسم اللي دوزوا، يعني موسم ممتاز في جميع الاصعده، زعما في الدوريات وفي في في لا ديسيبلين ديالهم، في الاخلاق ديالهم، يعني وبغينا نديروا لهم واحد التكريم، واحد 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 الشواهد التحفيزيه ونفرحوا بهم. اكسبريس تي في الحضور ديالها وديما حاضره معنا بشخصها سفيان احشاش. حسينيه، رئيس مقاطعه عين السبع، اليوم كحسن الشرف حضرت الحفل النهائي ديال الموسم الرياضي 2023-2024 ديال جمعيه الهلال الرياضيه، اللي قدمت الكثير واللي يعني برهنات انها غاديه في نفس التوجه ديال التعليمات ديال صاحب الجلاله، هي الاستثمار في الاطفال، استثمار في الاطفال ثم الاستثمار في الاطفال، لان الرياضه ولات حق من حقوق الانسان كما قال صاحب الجلاله. وحنا المقاطعه عين السبع ما يمكنش نشتغلوا بوحدنا، ضروري خصنا نشتغلوا مع المجتمع المدني، وحنا مفاتيح كاع الجمعيات الجاده اللي كتشتغل بالمجان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، كما العاده كل الشكر لجمعيه الهلال على هذا اليوم وهذا الحفل وهذا الاستقبال وهذا التكريم اللي غيبقى تو من بين الذكريات الجميله اللي عندي في مقاطعه عين السبع. سواء كنت رياضيا، سواء كنت مستشارا، سواء كنت مواطنا، فانا احدو كره القدم الانيقه، كره القدم لكل ما هو فعال وهدف. فلقيت واحد الجمعيات بزاف ماشي غير وحده، لكل من هي رياضيه. اليوم الاعتراف اللي درت في حقي جمعيه ديال الهلال فهو تكليف ماشي تشريف، اننا نخدموا مازال عين السبع في كل ما هو احسن. مره اخرى شكرا سي عبد العالي افتاتي، شكرا لمنبركم سي سفيان الشاش للمواكبه دائما في مقاطعه عين السبع، شكرا لهذا اللاعب اللي تشرفت بالمعرفه ديالو مؤخرا، ولو كنت كنعرفه من قديم ولعب ضدي قديم، فهو اللاعب الجميل. نقول واحد الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، سي مصطفى الركيبي، معروف عليه العمل الخيري، العمل الرياضي، العمل الجمعوي، السيد كاعي كل ما بجهدو في سبيل رياضة عين السبع وتنميه عين السبع. هذا كنشكرو، وهذا تكريم ماشي، هذا قليل في حقه الصراحه، هذا قليل في حقه. كنشكرك سي مصطفى على الحضور ديالك. شكرا.